السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخوتي أخواتي، إن شاء الله ألقاكم في هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية بإذن الله. بعد الترحم على عدنان بوشوف ضحية الوحش، هذاك المجرم اللي قتل بدم بارد هذا الطفل البريء واللي الأسرة ديالو اللي دائما كتعيش لحظات عصيبة عصيبة، خبر عاجل واللي توصلنا به بعد قليل لهذاك مول الفعلة هاد السيد اللي كيعيش ليلة رعب في السجن سات فيلاج بطنجة، بعد ما يعني شافوه هذوك النزلاء داخل السجن وحاولوا انهم يعملوا القصاص ضد هاد السيد، لان هاد الطفل اللي مشى ضحية. ف صراحة هاد الناس النزلاء فهم بغا ياخذوا حقهم بيدهم، وحتى انهم وصلوا الميساج الرئيس يعني السجن سات فيلاج بطنجة لكي يتم يعني قبول واعطاء اوامر من اجل النيل من هاد مول الفعلة. صراحة فهاد السفاح او هاد القتل بمعنى الكلمة فهو كيعيش هاد اللحظة عصيبة وفي حالة نفسية مزرية، تم على اثرها يعني الطبيب هاد السجن، طبيب السجن اللي قام بالفحص ديالو ولقى يعني الضغط يعني هابط في مستوى ادنى، والسبب انه خايف واندمان، وجميع يعني المحاولات فهي اللي كانت كيقوم بها هاد مول الفعلة لكي ينتحر. بفضل يعني اليقظة ديال حراس السجن فقد تم وضعه منفرد في واحد الزنزانة والرؤية ديالو حتى يتمكن من الرؤية ديالو حتى لا يتمكن من عملي او محاولة انتحار كما قام بها، كما قام حاول يقوم بها. وبالتالي هنا يعني المركز السجني بطنجة فهو كيحاول جاهدا باش ما توقعش شي حالة وسط النزلاء او انتقام من هاد مول الفعلة. صراحة اخوتي الا شنا هاد العمل الاجرامي الخطير اللي قام به هاد السيد في حق هاد الطفل عدنان وللأسرة ديالو المكلومة واللي كتعيش حالة نفسية صعيبة صعيبة صعيبة، وحنا مضامنين معاهم وكنتمنى من الله عز وجل انه يتم الحكم بالإعدام حتى هاد السيد، فهو حتى الإعدام ما كيستحق أكثر من إعدام. هادشي اللي كنتمناو من الله عز وجل، وحتى الجمعيات الله يجازيهم بخير ما يبقاوش يعني يحاولوا يهضروا يعني ضد الإعدام ويقولوا أن القانون أن المنظمة الدولية كتمنع الإعدام، فنحن نريد تطبيق هاد الإعدام حتى يكون عبرة لمن سولت له امره. فالبيدوفيل اللي كان اللي وقع هاد السنوات الاخيره او الشهور الاخيره في حق الاطفال واللي ما قتلوش يعني الضحايا وانما استغلوا الاطفال جنسيا فهم في السجن يعني وكيتعاقبوا يعني وكيعيشوا حياه عاديه بالرغم يعني هاد الجنايات او هاد الافعال الشنيعه اللي قاموا بها، فهي كتستحق يعني اعدام حتى لا يتم مره اخرى معاوده هاد الفعل الشنيع. صراحه اخوتي فكما علمنا يعني سابقا ان هاد مول الفعلة اللي كان خطط مسبقا باش يجيب هذاك الطفل، والطريقه باش جابوا المنزل فين كيكري وهذاك الطفل اللي دخل معاه البيت على اساس انه يجيب ليه الدواء، فهادشي كامل اخوتي فهو يعني طريقه شيطانيه وجهنميه قام بها الا باش يغتصب الطفل، ولكن بفعل الصراخ ديال هاد عدنان. فالخوف اللي تمالك هاد مول الفعلة هو اللي خلاه يقجو
حتى الموت، يعني خلقوا حتى الموت. وصراحة في السكنة مدينة طنجة فكلهم مستاءون وكلهم كيعيشوا حالة عصيبة هذه الأيام، وكيطالبوا يعني الدولة باش تقوم بالإعدام هذا السفاح. ومرة أخرى فالشكر كل الشكر لصاحب الجلالة اللي قدم العزاء لهذه العائلة، العائلة اللي صراحة حتى يخفف عليهم ويأزرهم بهذا العمل الشنيع اللي قام به هذا المفعله. حنا صراحه بغينا هذا العمل ما يبقاش يتكرر نهائيا، ما يبقاش يتكرر نهائيا، لان العائلات عندهم ابناء ديالهم خايفين على الاولاد ديالهم، ولاو يعني حتى انهم يصيفطوا من المدارس بوحدهم، ف ولاو خايفين يقوموا بهذا يعني يصيفطوا اولادهم من المدارس خوفا من اي عمل اجرامي في حق الاطفال ديالهم. مرة أخرى أخوتي أخواتي كنطالبوا هذه السلطات أنها تقوم بتنفيذ هذا الإعدام في حق فورا في حق هذا الجاني، لأنه كيخلي واحد الخطر كبير كبير في أنفس يعني جميع العائلات المغربية صراحة أخوتي. فنحن يعني مازال ما مطمئنيش في هذه الحالات اللي كيتقاموا يعني ولي وقعوا مؤخرا في السنوات الأخيرة في المغرب، ولكن هذه الحالة بغينا يعني هذا الملف ديال هذا الطفل عدنان بوشوف بغينا يتسد أخوتي، وتكون عبرة للجميع، عبرة للجميع. ومطالبة الساكنة، مطالبة ساكنة مدينة طنجة بالأخص أن يتم يعني وضع هذاك الجاني في واحد الساحة ويتم إعدامه. وحتى أنا كنظن الناس ربما ما غيشوفوه، ربما شحال من واحد باغي القصاص من هذا السيد، ربما القصاص من هذا السيد، حتى الناس إلا شافوا هذا السيد يعني عدموه وشنقوه. فأنا كنتخيل أن النساء غيقوموا بالزغاريت، غيقوموا بالزغاريت على هذه الطريقة باش يعدموا بها السيد. ولكن كما نقول أن القانون حتى القانون المغربي واتفاقيات مع المنظمة العالمية ربما ما تخليش تنفذ هذا الحكم الإعدام، لأن غتنون بزاف الجمعيات العالمية ضد هذا الحكم. احنا بغينا واخا أقصى عقوبة تنفذ هذاك المؤبد فهو لا يعني شيئا أخوتي، لأنه إلى عاش فهذا غيزيد إلا إصرارا وغيعيش عادي، ولكن الضمير ديالو، الضمير ديالو غيكون ما مرتاحش، الضمير ديالو ما مرتاحش. وحتى السيد أخوتي اللي كيحاول دائما يبرر هذا العمل قال أنني عشت في حياة منذ الصغر، كنت في واحد الحياة عشتها نفسانيا ومريت بالاغتصاب منذ أن كنت عندي 9 سنوات. فلا يعقل أن هذا السيد يعني كيبرر هذه الحالة يعني بانتقام من واحد الطفل. إذا علاش حتى ولات عندك 24 سنة عادة بغيتي تنتقم من طفل عدنان يعني بوشوف؟ مرة أخرى أخوتي عزاؤنا واحد العائلة، عزاؤنا واحد العائلة ديال عدنان، والله يصبرهم والله يصبر الجميع ويصبر المغاربة جميعا، يصبر المغاربة جميعا، فيكفي هذا العناء اللي كيعيشوا هذا الجاني وهاد التكرفيسه اللي كيعيشها. فاحنا عندنا يعني كنطلبوا من الله عز وجل هو اللي غينتقم من هاد السيد، لانه ما عندوش شي مكانه من القدام امام الله عز وجل، لانه قتل يعني قتل واحد البراءه اللي ما دار حتى شي ذنب، ما دار حتى شي ذنب، وقتل هاد البريء، الطفل البريء. ان شاء الله اخوتي نخليكم بخير وعلى خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.